عريف خيرا وآخرون كثر من فئة الشباب ممن اكتظت بهم قوائم المترشحين لخوض غمار تشريعية 12 جوان المقبل عن ولاية وهران، كل ودوافعه الخاصة للترشح. عريف ناشط في المجتمع المدني منذ فترة، يترشح لأول مرة من خلال أحد القوائم الحرة. القائمة كلها متشكلة من أصحاب الكفاءات، أصحاب المبادئ وأصحاب القيم، كل هادو راهم يسعوا لخدمة المجتمع. وفقنا ربي وأنه في التشكيلة تاعو، في التشكيلة تاع القائمة يبانوا ناس أهل للميدان، وأهل للميدان زيادة على ذلك أهل للثقة. خيرة طيب 27 سنة، مترشحة بدورها عن أحد الأحزاب السياسية. خيرة متخرجة من قسم العلوم السياسية بجامعة وهران، تعتبر التشريعيات المقبلة فرصة كبيرة للشباب لا ينبغي تفويتها للولوج لقبة البرلمان. كم شفت باللي لي شونس لي جون عندهم لا شونس تاعهم هذه الخطرة، قلت بوركوا با سي بور موا سي لو مومون او جامي. باغ اكزومبل انا واحدة من الناس تبالي بلي في الشباب كاين شاب غادي يشوف يضرب على الشاب اللي كيفاه المرأة تضرب على المرأة، على لي جون اون جينيرال مرا ولا راجل، على الكبار على الصغار، و ايزون لينيرجي عنده الطاقه عنده لونتوزياز. هي عينة عن بعض الشباب الذين آثروا عدم تفويت فرصة الترشح للتشريعيات المقبلة، وكلهم أمل بالظفر بثقة وأصوات الناخبين.